بمناسبة شهر رمضان أحب أقول لكل راجل ما افتكرش عيد جوازه علشان يقضي يوم في السندباد، ولكل راجل ساب أهل مراته معزومين على الفطار ورغى ساعة في التليفون، ولكل واحد ساب خطيبته مستنياه في الشارع علشان كان بيلعب مع أصحابه، ولكل راجل عزم صاحبته على العشاء وقسم معاها في الحساب. انت خدتي بطاطس؟ إن جالكسي اللي بتخلينا نعدي كل ده عندما تعشق الشوكولاتة.